عليكم، مرحبا بكم بنات في فيديو جديد عندي في القناه. عندي ما نقول لك في الصناعه. الو هذا الفيديو ان شاء الله تعالى غيكون عباره على واحد الغرزه جديده. ارتأيت انني ما نبقاش نضيعها لي بانو ديال الخدمه. الو درتها هنا عباره على واحد بوشيط اللي نجمعوا فيها الوريقات ديالنا اولا الدواء اولا. الو كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، هذا صغيره شويه فيها 20 سنتيم. تقدروا تستعملوها حتى شنطه ديال اليد اللي تهز على هذا الشكل. كما كتشوفوا الغرزه زوينه بزاف صراحه وسهله في الخدمه ديالها. الو نبداو على بركه الله. الو الحوايج اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاج الخيط كيف ما كنقول لكم، هذا الخيط ديال 2 مليمتر. الا بغيتوا تخدموا بالخيط ديال العبار غادي ديروا الخيط ديال العبار على جوج ديال الشعرات. الو غنحتاجوا هذا الخيط هذا ديال 2 مليمتر، وغنحتاجوا معاه كروشي ديال جوج نمره جوج ديال لي موكس. غنحتاج واحد السنسله 20 سنتيم، غنحتاج ليبره ديال التنظيف، وغادا نحتاج الخيط باش غادا نركب السنسله ديالي ومقيس ديال لافينيسيون من طبيعه الحال. نبداو على بركه الله. الوغ غادي نبدا بواحد المجموعه ديال السلاسل تكون عندي من المضاعفات العدد 3. الوغ بالنسبه ليا انا هنا درت 45 سلسله. بالنسبه للخيط ديال 2 مليمتر بغيت 20 سنتيم في هاد سميتو في هاد البوشيط هادي، غادا ندير 45 سلسله. الوغ نبداو على بركة الله. كما قلت لكم غادا ندير واحد المجموعة ديال السلاسل تكون فيها 45 سلسلة. كتشوفو أنا ساليتهم. أش غادير؟ غنطلب واحد السلسلة وغنجي فوق أول. ألوغ السلسلة اللول هاد طلعت بسلسلة كنخليها، كنجي فوق أول سلسلة غادا نخدم جوج ديال الحشو. الحشو اللول، الحشو الثاني. ألوغ هنا فوق كل سلسلة غادا ندير واحد حشو على هاد الشكل، وغادا نكمل حتى لآخر سلسلة ونرجع ليكم. كتشوفو هنا أنا وصلت لآخر سلسلة. آخر سلسلة كنخدم فيها 4 تاع الحشو. خدمت الأولى، هادي الثانية، الثالثة، هادي الرابعة. كندير فيها 4 تاع الحشو وكندور كنعاود نخدم تاني في الجهة المقابلة فوق كل سلسلة واحد حشو. في نفس الوقت ندفن معايا هاد الخويط هذا ديال البداية كما كتشوفو، وغادي نكمل الجهة الأخرى فوق كل سلسلة واحد حشو. ألوغ هنا درت 4 ديال الحشو، هنا في الأول بديت بجوج، وفوق كل سلسلة كندير سلسلة كندير حشو. ثالث هنا فوق كل سلسلة حشو، كنجي لهنا لاخر سلسله غنزيد نخدم فيها مازال جوج ديال الحشو باش نكمل 4. كنجي فوق هاد السلسله الاولى اللي كنت خدمت ها هي، وكندير غرزه منزلق، وكنجي هنا نيت كنطلع بثلاثه ديال السلاسل وكندير ثلاثه ديال الاعمده في نفس الحشو. واش غندير؟ كنخلي الغرزه الاولى الغرزه الثانيه، كنمشي فوق الغرزه الثالثه وغادا ندير ثلاثه ديال اعمده جوج ثلاثه. نخلي ثاني الفراغ الاول الفراغ الثاني، نمشي فوق الثالث وندير ثلاثه ديال الاعمده. الوغ هاد السطر كله غيكون عندي على هاد الشكل. كنخلي الغرزه الاولى، نخلي الغرزه الثانيه، الغرزه الاولى الثانيه، كنمشي فوق الثالثه وغنخدم ثلاثه ديال الاعمده. الو هذا الدور كله غادي يكون على هذا الشكل. الو باردون الفراغ الاول الثاني، نمشي فوق الثالث ثلاثه ديال الاعمده. العمود الاول ثاني ثالث، وهاد السطر كله غادي يكون على هاد الشكل هذا. الو كما كتشوفوا انا خدمت من هاد الجهه هاد الغرزه هادي ديال ثلاثه ديال الاعمده. الو نفس الشيء كنجي كندور من الجهه الاخرى كنخدم. غادي نوريكم حتى تجيني كل غرزه اونفصل الغرزه الاخرى كما كتشوف، وحده اونفاس مع وحده.
كنخلي الفراغ الاول الثاني دائما الثالث كنخدم ثلاثه ديال اعمده واحد جوج ثلاثه واحد جوج فوق الفراغ الثالث نوريكم سالي هذا ونوريكم جوج ثلاثه الوغ كما كتشوفوا امام كل ثلاثه ديال الاعمده كتجيني ثلاثه ديال الاعمده علاش باش كتجيني هكا مستفه مثلا عندي هنا جوج ربعة ستة ثمانية حتى هنا غادي نلقى جوج ربعة ستة ثمانية كتجي منظمه امام كل وحده كما كتشوفوا امام كل غرزه كاينه غرزه الوغ نكمل السطير ونرجع لكم داك كما كتشوفوا خدمت اخر بجموعه ديال ثلاثه ديال الاعمده كنجي هنا فوق ثلاثه ديال السلاسل اللي طلعت بهم وكندير غرزه منزلقه في نفس المكان كنطلع بثلاثه ديال السلاسل وكنجي لهاد الفراغ هذا اللي ما بين مجموعه ومجموعه وكندير ثلاثه ديال الاعمده واحد بمثابه السلاسل العمود الثاني العمود الثالث الوغ كنخرج فقط الحلقات الاولين كنجيب اللون الثاني وهو اللي كنفني به هذا العمود الثالث الوغ الفراغ الموالي غنخدمو بهذا اللون الجديد الوغ غندير حتى هو ثلاثه ديال الاعمده واحد جوج العمود الثالث ما كنكملوش كنجيب هذا اللون الابيض هذا كنكمل به وكنخدم في الفراغ الموالي وهذا في نفس الوقت كندفنو معايا انني غنبقى نخدم غرزه بكل لون ثلاثه كل ثلاثه الاعمده غنخدمهم بلون الوغ العمود الثاني العمود الثالث ناخذ الثاني هذا اللون ونكمل به ونجي ونخدم في الفراغ الموالي ثلاثه ديال الاعمده باللون الجديد الوغ نكملها بالدوره كامله على هذا الشكل كل ثلاثه ديال الاعمده كل ثلاثه ديال الاعمده بلون وفي نفس الوقت كندفن معايا اللون الاخر مثلا فاش غنبدا هكا بالبيض غنشد هاد الخضر هذا غندفنو معايا ونجي هنا وندير ثلاثه ديال الاعمده العمود الاول كنخدمو كله العمود الثاني كنخدمو كله العمود الثالث كنخرج الحلقتين الاولتين كناخذ اللون الاخر وكنسد به وكنخدم به ثلاثه ديال الاعمده في الفراغ الموالي راه غنكمل الدوره كامله على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا وصلت هنا للاخير ثلاثه ديال الاعمده كنخدمهم بهذا الشكل كنجي ثاني فوق من هاد ثلاثه ديال السلاسل وكندير غرزه منزلقه الو هذا السطر هذا خدمت كل غرزه في لون الو هذا السطر اللي تابعو غنطلع ثلاثه ديال السلاسل نفس الفراغ غادي نخدم جوج ديال الاعمده مع السلاسل هما ثلاثه غنخدم كل فراغ غنخدم فيه ثلاثه ديال الاعمده بنفس هذا اللون هذا الاخضر كلشي الفراغات غنخدمهم بنفس اللون انا غادي نوريكم علاش ان هذيك الوريضه فيها مجموعه جوج تاع المجموعات مجموعه وهذا الخيط هذا نخليه تنعاود نرجع ليه دابا بالنسبه لي خدمت هذا السطير هذا خدمت هذا السطر هذا دابا غادي نخدم هذا اللي فيه جوج غرزات سكيفي غيكون كله بلون واحد غنكملو كامل بهذا اللون كل فراغ غادي ندير فيه ثلاثه ديال الاعمده غنكمل الدوره ديالي كنوصل لاخر مجموعه صافي كنجي ثاني هنا لثلاثه ديال السلاسل وكندير غرزه منزلقه في نفس المكان كنطلع ثلاثه ديال السلاسل وكنخدم ثلاثه جوج بلوطون ديال الاعمده باش كنكمل ثلاثه صافي كنعاود ثاني كنجيب اللون الاخر لان هذا السطر غنخدم فيه ثاني كل غرزه بلون الوغ هنا غادي يكون عندي اللون الابيض هدا جوج الوغ تالتة كنجيب اللون الاخر كنفيني بيها وكنمشي للفراغ الموالي وكنخدم ثلاثة ديال الاعمدة وفي نفس الوقت كندفن معايا اللون راه كانت لف فيها كنخدمها كاملة ونجيب تاني اللون الأبيض نسد بيه نمشي للفراغ الموالي ونخدم تاني باش نوريكم
لكم بان الورده البيضاء كتسد الخضره كتسد. وغنبدا نحل الورده البيضاء. لو بالنسبه لي دابا بحال هذا السطر هذا اللي كنخدم، غنخدم ثاني غرزه في كل لون، ولكن السطر الموالي غادي يكون باللون الابيض باش غادي نحل الورده البيضاء. الو مره كندير غرزه غرزه وكندير سطر باللون الاخضر، مره كندير غرزه غرزه وكندير السطر الموالي كله باللون الابيض، لان كتسد ورده كتحل ورده في اللون المغاير. غادي نوريكم كما كتشوفوا هي اللي باللون الاخضر، ها هي كتسد وكتبدا تحل اللي باللون الابيض. الوغ اش غندير دابا؟ غادي نخدم العلو اللي بغيت. بالنسبه ليا انا هذا باش جاني مزيان على هذا الشكل، الو خدمت 4 ديال اللون اللي بالمارون. الو بالنسبه لي هذا غادي نخدم 4 اللي بهذا اللون الخضيطر هذا. الو غادي نسالي حتى غنساليها كامله وغادي نرجع لكم نوريكم كيفاش كنفينيوها. كتشوفوا البنات انا وصلت للقياس اللي خصو يكون عندي. باش غندير دابا هاد السطر الاخير غندير واحد السلسله وغادي نخدم حشو فوق كل عمود. هاد الحشو هو اللي غادي نخدم عليه نثبت عليه لا فيرميتور. ندورها كامله هاد الحشو هذا صافي، وغنكونو سالينا البياسه ديالنا باش غادي نديرو ليها السنسله. غادي نركبو السنسله على وجهة الإبرة الخيط، كنجي هاد القنت هذا كنحط فيه هاد الراس هذا ديال السنسله هذا ديال الحديد، نخرو على هاد الشكل باش تجيني ساهله. حاولوا خصني نحطها الشكل اللي الوقت اللي نسدها ما تشدش ليا في الصوف، مفهوم؟ وغادي نثبتها من هنا من الداخل. كنضربو هكا الغرزه باحسن طريقه كتعجبني اللي كتجي ثابته مزيان، كنعاود نضرب في الوسط. الو دابا مثلا هنا خليت واحد جوج ديال المليمتر، كنضرب وكنعاود نجي هنا في الوسط ديالها نعاود نضرب نعاود نخدم. الو باش كتجيني ثابته مزيان. الو هاد الخيط عندي راه صحيح داير بحال السبيب، كنقدر نخدمو على واحد ولا على جوج. ندورها كلها بهاد الطريقه هادي سي باش نوريكم الغرزه كي كتجي شاده مزيان، حتى الخيط ما كيجيش باين لانني خدمت الابيض على الابيض، كنحتاجش ندفنو. واحد الفرق اللي كنخليه واحد الفرق صغير باش ما تشدش ليا الكورسور ديال السنسله باش ما يشدش ليا في الحرير في البوشيط. الو لاحظوا الطريقه باش مشدوده مزيانه هاد الغرزه كتعطينا هاد النتيجه ما كتحلش. الو غادي نكملها كامله وغندور بها ونرجع لكم باش نخدموا اليد. اليد كنخدم واحد 20 سنتيم ديال السلاسل وكنعمرها كلها بحشو عادي، حشو نخدم فوق كل سلسله غرزه حشو حتى غدا نكملها كامله ونوريكم السطر الثالث كيفاش غادي يكون. هذا السطر ديال الحشو ساليتوش كندير غنطلع بواحد السلسله كنجي لهنا وكنبدا نخدم عندي هنا هاد الفي غنبدا نخدم فقط في الغرزه الخلفيه. الفي كنهز الغرزه الخلفيه هي فاش كنخدم غرز حشو ديال هاد السطر هذا. الو هذا يكون هذا هو السطر الثاني الاخير، باش نوريكم العرض اللي غادي تكون عليه هاد
اليد هادي يدي صغيرة غتكون في الجنب وغادي تبقى على هاد العرض وغادا نركبها. الوغا هي لابوند ساليتها كنركب فيها ليبرا كنجي معاها بواحد الغرزة بهاد الشكل. الوغ كنجي لهنا لهاد البلايصة هادي فين كتسد لي عندها كتسد سميتها البوشيط ديالي وكنركبها بهذا الشكل في هذا القميص هذا واحد ثلاثة أو أربعة تاع الغرزات بالصوف بهذا الشكل